كو كو هشي ايد الله هستو اي كو حسن قدبدا سارة كو حسن وحينا كو حكونتي ميد كيبا لعق جناح او دن لابا بقل ساقاشن ايو تدوبان مليان او شل سوماليا اونا ديگانتا كو ايو تبانكون او دولار كمريكنكا ودارتا جناحاس اللي حيو تبانكا اي دي سنة هدي لاسكو درنا اي غاريسو سدح بقل ساقاشن ايو اللي حكونا دولار محكمة الجبل كبنادر يدا أسكن أسباب السرقة حساسية وفصل قضبة بغلية تضابة فخر بغلية تضابة دسور كم الجار كفخرذي السدحات قضب كسديتة يأفر حرب سديتة يأفر قضب فخرذي سكو بعد حرب كيس آ بغلة بعتني كو فخرذي كو بعد حرب كيس دا إحر كهبك عقاب الصوماليات وح ذي سنة عشر مع عدد السرقة حسين هين أح صدني لحدة ذي سنة كو كو هالشيء أدى الله هستو كو حسن قضبة سرقة حسن وحينا كو حكونتي ميد كيبا لعق جناح او دن لابا بقل ساقاشن ايو تدوبان مليان او شل سوماليا اونا ديگانتا كو ايو تبانكون او دولار كمريكنكا ودارتا جناحاس اللي حيو تبانكا اي دي سنة هدي لاسكو درنا اي غاريسو سدح بقل ساقاشن ايو لحكون او دولار لابو محكمة دو وحي صدو يسي لحدة اي دي سنة كو حكونتي صدو كون او دولار او مقدو اه كلونك اي كاقاتين حيبا سوماليا ee laga qaaday dekedda boosaaso taariikhdu markay ahayd 29kii bisha 12/2022 lagu la dajiyay dekedda Salaala ee dalka Cumaan saddex maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah Buluujistan 20 iyo Arsalaan Iiraan iyo dhammaan qalabka kalluumeysi ee dul saaran labadaas doomood sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kalluunka saaran kalluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaabtay aga dhaqaalaha gaarka ah ayna iibisay maxkamadda gobolka Banaadir kaas oo ahaa 24,850 tan lagu lagaday qiimaha dhan ebar dhibi 4 kiiladiiba noqotay ina 9,940 dollar oo laga jaraayo kharashka labada tarjumaan oo dhan 650 dollar xukunkan cidii ku qancin waxa uu furay rafa ku siman inta sharciga uu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6 bisha 6aad 2023 wabillahi tawfiq.